يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم رجعنا لدرس جديد. رح نحكي اليوم على موضوع كيف بدي أبدأ بمجال التصوير. خليك معي، خلينا نبلش الدرس، وبعد الانترو بعطيكم كل المعلومات. إذا أنت بعد الانترو ضليت معاي وكملت معاي هذا الفيديو، معناته أنت عرفت حالك منين تبدأ. هاي البداية الصحيحة من هذا الفيديو. رح نحكي على كيف أنا ممكن أبلش أكون مصور فوتوغرافي. عشان تجاوب على هيك سؤال رح أحكي لك ورح أفيدك بكم معلومة اللي راح تخليك تتأكد إذا كان أنت في مجال التصوير راح تكمل ولا بس هواية وتضيع وقتك عليه. أول شغلة رح نحكيها، لازم يكون في عندك دافع أو محفز. لازم يكون في عندك دافع يخليك تعرف وتتعرف على مجال التصوير، ومش بس نحمل كاميرا ونصور. لازم يكون في عندك اشي اللي يخليك تكمل في هذا المجال. انه انا بديت وحملت كاميرا وصورت ما عجبتنيش الشغلة بتركها وبروح. فعشان هيك لازم يكون في عندك الارادة والطموح والشغف. الدافع لازم يكون قوي ويخليك تكمل في هذا المجال. اذا الدافع تبعك انك تصور صورة تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وتستنى لايك وتستنى شير، فصدقني حرام على وقتك، شوف لك فيديو تاني كمل فيه احسن لك. بعد ما انت تأكدت انه عندك دافع انك تكمل في مجال التصوير وارادة وطموح، رح افيدك بكمان معلومة انك لازم تتعلم تصوير. رح يجي شخص ويسألك كمان التصوير فيه تعليم؟ التصوير فيه دراسة وفيه تعليم. التصوير هو علم بحد ذاته، فأقل إشي عشان تقدر تبلش طريقك فلازم تبلش تتعلم، تدرس، تدور على معلومات تفيدك أكتر. برضو في ناس رح تيجي تسألني إيش يعني أدرس؟ إيش أتعلم؟ إيش في أتعلم ولا إيش أدرسه عن التصوير؟ شو ما هو كبسة زر؟ عشان تدرس وتتعلم لازم تعرف كل إشي عن التصوير، ولازم تعرف كل إشي بتعلق بالتصوير، ولازم تتعلم كل أسس التصوير، ولازم تتعرف كمان على قواعد التصوير، ولازم تعرف إنه في كتير أنواع من التصوير، وكل تصوير فيه إله معداته الخاصة وعدته الخاصة وعدساته الخاصة. لازم تعرف إيش يعني تعريض، لازم تعرف إيش يعني مثلث التعريض. في حالة إنك أنت عرفت هذه النقطة، هي جدا مهمة إنك تضلك مكمل بطريقك. وفي حالة إنك أنت اتعلمت مثلث التعريض وعرفت تتعامل معه، انت لازم تتعلم ايش يعني تكوين، كمان تكوين الصورة، من ايش الصورة بتتكون. هذا اللي برجعك على قواعد التصوير، لانه التكوين هو جزء من قواعد التصوير. انك تصير تعرف ايش يعني مصطلحات تصوير، لما بتقعد مع ناس مصورين او ناس بتصور على القليل تفهم ايش هن عم بيحكوا، تعرف المصطلحات، تعرف الكلمات. في كتير كلمات مش صعبة، مش صعب كمان تحفظها، ومش صعب كمان تتعامل فيها. وباختصار بدي اقول لك شغلة، اتعلم الأشياء التقنية والأشياء الفنية اللي راح تطور من مستواك من ناحية التصوير. في حالة انك انت بلشت تصوير وبلشت تتعلم تصوير، فانت هون مش راح يكون في عندك صعوبة انك تختار المعدات اللي انت راح تصور فيها. واليوم عشان تدرس وتتعلم مش هالقد صعب كيف كان اول وكيف كان زمان. اليوم جدا هوين، اليوم في كورسات اللي ممكن تسجل فيها، بلاش ما نصعبها، بلاش تروح تتعلم بكورس، افتح على اليوتيوب، في كتير قنوات اللي راح تعرف تعلمك وتدلك كيف تصور وتدلك على كل شغلات اللي تتعلق بالتصوير. بس انت ضيع من وقتك شوي، مش راح تخسر مصاري، راح تستفيد اكتر، واعتبر حالك انك انت فايت على كورس. من هون انت بلشت تخطو كمان خطوة في مجال التصوير. فبنصحك انك تدرس وتراجع وتعرف أكثر معلومات عن التصوير من ناحية دراسي، من ناحية دراسة نظرية. الدراسة النظرية جدا مهمة عشان تطورك وتقدمك من ناحية عملية. بعد ما حكينا أنه لازم يكون في عنا دافع وأنه لازم ندرس ونتعلم، هيك بننتقل إحنا للمرحلة اللي بعدها. وحسب رأيي المرحلة اللي بعدها، أنت بهاي المرحلة ممكن يقدر تشتري كاميرا، تشتري معدات، تشتري عدسة عشان تقدر تطور نفسك. وعندك الإرادة وعندك المحفز ودرست وتعلمت، إجا دور الكاميرا والمعدات تشتريها عشان تعرف تنظم وقتك وتتدرب أكتر. خلينا نتفق اتفاق إنه الكاميرا هي أداة، أداة زي أي الأدوات الفنية التانية، ممكن تستخدمها حتى تبرز فيها موهبتك.
ما تشتريش معدات ما فيش إلها لازمة عندك. معدات التصوير جدا غالي، وقبل شوي حكينا معلومة جدا مهمة، حتى تقدر تشتري معدات التصوير قلنا الدراسة. فمن هون بيجي أهمية الدراسة، كيف أنت بتقدر تختار العدة تبعتك، كيف تقدر تختار العدسة تبعتك عشان تشتري معدات. ما تشتري معدات اللي هي جدا غالي وبعد ما انت تستعملها وتجربها وتلاقي المجال مش مجالك، حتى بالاخر يبين لك انه انت ما عندك الدافع وما عندك المحفز انك تكمل تصوير والعدة تضلها بوجهك. وبعد ما حكينا على الدافع وحكينا عن الدراسة وحكينا انه احنا اشترينا معدات، اجى وقت انك انت تبلش تتدرب وتتمرن. مرحلة التدريب والتمرين مرحلة بتنتهيش، يعني بتضل ملازميتك لحديت ما تصير كمان محترف. بتيجي تسألني ايش اصور؟ بعد ما انت درست وعرفت وتعلمت انه في عدة انواع للتصوير، صور كل انواع التصوير اللي انت تعرفها، ما تبخلش على حالك. كاميرا ديجيتالي وفيها كرت ذاكرة ممكن يوسع لالاف الصور، فتبخلش على حالك، اتمرن كتير وتدرب كتير وصور كل اشي. تقدر تصور منتجات اكل، تقدر تصور ماكرو بالبيت، بورتريت، في عندك عائلتك، في عندك اصحابك، صور باي مناسبة انت بتلاقيها مناسبة لإلك، مناسبة لصديق، عيد ميلاد، فرح، خطبة، كل اشي ممكن تصوره. ممكن تطلع على الطبيعة، ممكن تنزل على السوق، كل محل ممكن تلاقي صورة وتتدرب وتمرن حالك على التصوير. وكتير مهم انك تتعامل مع كل انواع الاضاءة، تعرف تتعامل مع مثلث التعريض، تعرف تعمل صورة حلوة من خلال التكوين. هاي الشغلات هي اللي راح تمرنك وتقدمك لقدام. من المهم جدا انك تتعرف على مصورين اللي هن اعلى منك بالمستوى، اطلع تصور معاهن، شاركهن، ممكن انت تطلع تصور معاهن تساعدهن حتى لو ما اخذتش اجار، يعني اشتغلت ببلاش. الاشي راح يفيدك، واعتبر حالك انه انت عم تتعلم بدل ما تدفع مصاري، مش عم بتحط مصاري بس عم تتعلم ببلاش. وبعد ما انت تتعلم وبعد ما انت تصير تعرف تتعامل مع الاضاءة وتتعامل مع مثلث التعريض، انا بنظري عن جد انك مش رايح تواجه ولا مشكله في تصوير اي نوع من انواع التصوير اللي احنا بنعرفها. فعشان هيك اتمرن وتدرب وخلي هاي النقطه دائما براسك، التدريب هو اشي مهم انك تطور نفسك. ما حدا راح يعلمك وما حدا راح يساعدك، انا بعطيك معلومات، بعطيك ادوات، والادوات بايدك وانت راح تطور نفسك. وبعد ما عرفنا انه الدافع والتعليم والمعدات والتدريب، بيجي مرحلة اللي هي بتقرر بعد التدريب انت اي مجال لازم تتخصص. ايش يعني؟ لازم تلاقي مجال تخصص انت تمشي فيه. حكينا على المعدات، وانت عشان تعرف ايش المعدات اللي لازم تشتريها لازم يكون في عندك تخصص. من خلال التخصص اللي انت اخترته راح تقدر تعرف ايش المعدات اللي انت راح تشتريها، لانه حسب التخصص تبعك المعدات تبعتك لازم تكون الكاميرا، العدسة، أنواع العدسات لنوع معين من التصوير إيش لازم تكون، إيش الكاميرا المفضلة تكون معي عشان هدول العدسات، أشتري عدسة ثابتة ولا عدسة زوم. هاي الشغلات كلها بتعلق بمجال التصوير اللي أنت اخترته. فعشان هيك التخصص جدا مهم. بتعرف أكثر كل ما أنت تخصصت أكثر، كل ما أنت صرت تعرف أكثر في المجال، صرت تعرف إيش نقاط الضعف تبعته، إيش نقاط القوة تبعته. أنت راح تبرز حالك وراح تميز حالك عن غيرك من المصورين. وبعد ما حكينا على كل هاي الشغلات رح نوصل لمرحلة انه انا ابلش انشر شغلي، اسوق حالي. شو يعني اسوق حالي وشو يعني اسوق شغلي؟ اعرف كيف تسوق صورك، اعرف كيف تسوق تصويرك، اعرف كيف تسوق شغلك. لازم تفرض حالك من ناحية فوتوغرافية بالسوق. شو يعني تفرض حالك من ناحية فوتوغرافية بالسوق؟ خلي اسلوبك هو اللي يعرف عنك. كل حدا يشوف صورتك يعرف انه هذا المصور هو اللي صور هاي الصورة، هذا اسلوب المصور الفلاني. فمن هون انت بتفرض نفسك في السوق. خلي صفحات التواصل تبعتك شغالة، واعرف كيف تنشر صورك، اعرف تختار الصور اللي للنشر، اختار الصور اللي هي راح تلفت النظر. خلي الناس تحبك وتحب اسلوبك، خلي الناس تحب صورك، اعرف كيف تسوق نفسك. كل ما انت عرفت تسوق نفسك انت هون نشرت حالك. بعد ما انت عرفت للناس على حالك والناس صارت تعرف تصويرك، فانت من هون تقدر تبيع شغلك، تبيع تصويرك. في كتير ناس رح تختار شغلك في حالة انه انت ميزت حالك عن غيرك وصورت صور اللي هي تلفت النظر، فالكل رح يحب شغلك ورح يختاره. ساعتها من هون تقدر تبلش تبيع، تقدر تبيع على مواقع الانترنت، تقدر تبيع، تقدر تبيع بكل مكان في حالة انك انت رفعت من مستواك. في حالة انك رفعت من مستواك انت رفعت من مستوانا احنا كلياتنا. اذا انت كملت الفيديو هذا معي للاخر فاثبات انه انت في الطريق الصحيح وبدك تطور نفسك. فاذا الفيديو عجبك
حط اشتراك بالقناة، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس، خلي كل جديد يوصلك، واستنوني بالفيديوهات الجديدة والدروس الجديدة عن التصوير. هاي أول خطوة احنا بلشنا فيها، وبشوفكو بفيديو تاني. سلام.